كل الطب الصيف المايدة ديما بالفايدة مع الشهور واختيفي كل يوم حاجة جديدة ذوقوا مكلتنا هاي فيها شحال من بنا رحبوا بضيافكم والطباق اللي جابوا لكم يا نسافروا في بلادنا شوفوا واش فيها نتبدلوا أطباقنا تعرفوا على ناسها ذوقوا مكلتنا هاي فيها شحال من بنا رحبوا بضيافكم والطباق اللي جابوا لكم الخير عليكم. مرحبا بكل مشاهدين حصة دوق مكلتنا. الجزائر بلد الأبطال في مختلف المجالات واللي نلقاوهم في جميع الولايات. واليوم في ولاية شلف رانا عند بطلة الجزائر في كرة الطائرة. إذا حبيتوا تشوفوها تبعونا. يا نسافروا في بلادنا شوفوا واش فيها. مساء الخير عليكم. مرحبا بكم بمدينة شلف. ونشكروا شروق تي في قدم لكم ما في سي ما بيل في ما فام وبنتي بنتي اللي جيتوا على جالها. مرحبا بينا عندك. مرحبا بكم في مدينة شلف. يعني حتى انا نشكر قناة شروق تي في واللي عطيتونا الفرصة هذه ومرحبا بكم في بيتنا وفي مدينة شلف. فاطمة الزهراء راني حابة نعرف علاه يقولوا لك مازوري. يعني احنا عندنا في مدينة شلف تكون بنت اسمها فاطمة الزهراء يعني دياغكسي عيطوا لها مازوري. مازوري ومازوري هذه يعني كلمة يقول لك جابينها من الساحل مناطق الساحل تاع الاثيوبي السودان ايتو سا يقول لك مازوري يعني بلا لونك تاعهم لا لونك ساحل على مازوري يعني حاجة شابة يعني مازوري يبارك فيك الله يسلمك يعني الله يسلمك مازوري انا على بالي باللي الله يبارك بطلة الجزائر ورفعتي الراية الجزائرية وعندك من حياتك مكللة بالنجاحات وعندك ميداليات كثيرة تحصلتي عليها لذا بيك اللي رامي شاهدوك اليوم يتعرفوا على مشوارك في هذا المجال. بديت في مدينة شلف لاني 96 مع فريق غالية شلف يعني الفريق هذا اللي تربيت فيه يعني وبعد كملت في المجمع البترولي مع مولودية الجزائر سابقا ومع المنتخب كموزعة تحصلنا على بطولات كثيرة وحتى حققنا نجاحات كبيرة من بينهم يعني نذكر لك يعني فوزنا بالبطولة الإفريقية شي بلايات وحتى أكابر بزاف لعبنا يعني لي شامبيونا دي موند تكاليفينا دو فوا كونسيكوتيف لي جوز اولمبيك اي حاجة تشرف البلاد كدي تيتر انديفيديال يعني تحصل على 5 ألقاب في إفريقيا كأحسن موزعة في إفريقيا ولقبين كأحسن موزعة في العرب والألعاب الأولمبية حصلت على مرتبة 6 كأحسن موزعة تاني. فاطمة الزهراء عرفنا حياتك في مجال الرياضة واليوم احنا حابين نعرفوك في البيت وخاصة في المطبخ. خليها لك سوربريز كاينة حاجة يعني راح نحضروها أونسومبل ما ياكلوهاش الناس بزاف بالطريقة اللي أنا راح نحضروها إن شاء الله يولي ياكلوها بزاف بنا إن شاء الله وأكيد هي السر في النجاح تاعك بلا ما نطولوش على اللي راهم يشاهدوا في الحصة أوكي السوربريز راهي تسنى فينا في الكويزين نروحوا نحضروها أوكي مرحبا بكم. يا نسافروا في بلادنا شوفوا واش فيها. مرحبا بكم في كوزينتنا راح نديروا اليوم لاسو تاع الكابويا واش لازم لها هاد لاسو سوب سهله ما فيها والو يعني بارد في البارد عندنا الكابويا يعني شويناها في الفور بوندو واحد 20 مينوت عندنا زوج حبات بصل حبه بصل بليتو ايه ماما عاونيني شويه كمان عندنا زوج سنات تاع الثوم وعندنا بون زبده عندنا ربطه تاع السالغي وزوج حبات تاع بطاطا وعندنا فلفل كحل
مع الملح وفي لافان كامل نديرو عندنا كريم فريش هذه باينه دائما لا كريم فريش على فان سورتو في لي سوب هاد لا سوب اللي تحبيها انت وتفضليها بزاف سورتو في لي سبورتيف وحتى اللي نشوف ما كان لا لحم لا حتى حاجه يعني اقتصاديه يعني ما فيهاش لحم ما فيها حتى دجاج ما فيها والو يعني السر تاع هذا لا سوب يعني الكابويا ومازوري الناس كامل ما تعرفش واش دير بالكابويا انا راح تعاونيهم وتسهلي لهم باش يعرفوا كيفاش يديروها ولا كيفاش يستعملوها في الاطباق تاعهم الله يبارك مالا نبدا بون نقشر هذه الكابويا اي مشويه نحيلها القشره تاعها نحيلها القشره طريقه تاع لي بروفيسيونيل هذه ايوا شيف مازوري شيف مازوري راح يقدم راح تقدم لنا ان شاء الله لا سوب تاع الكابويا ايوا زين نحيلها من تحت هاي بون نجيب القدره حتىها نحو كامل القشره هاي بارك خليت غير برا فوالا بون ندير شويه تاع شوية تاع الزبدة حاجة خفيفة فوالا بون نديرهم كبار هكذا باسكو على بالنا معناتها اللي كيخليهم في الميكسيون اي راح نميكسيوهم يعني بلافان كامل ما نعذبوش روحنا فوالا عندنا حبة تاع البصل هذي والسنة تاع الثوم فوالا تاع السيري هذا فوالا هاديك تاني الحبيبات البطاطا اهي شينا صاي قطع الكابويا تاني بون نقطع درك الكوبا سي سا ندير لها شويه تاع ملح ماشي بزاف غير شويه وشويه تاع فلفل الكحل حل هكذا بون نديرها فوق النار تم المرق بون بارد في بارد نديرو عليها الماء نخلوها على نار هادية يعني 30 دقيقة أعطيني كي تكمل دركا عندنا زوج مغارف تاع كريم فريش نحطوهم واللي حاب يديرلها الفخوماج بيان سور هكذا باش تجي معمرة اي فوالا يعطيك الصحة يعطيكم الصحة كيما شفتوا لا سوب ما كاش اسهل منها وكما شفتوا قناتك اقتصاديه واكيد بنينه ودوك لي ما يعرفش يدير بالكابويا وراهي قدامه ولا عنده ما عليه غير يروح يديرها للسوب بقاو معنا باش تشوفوا لو دوزيام بلا اللي راح نديرو في الفور المازوري وليكم يعطيك صحة مازوري على السوب اللي درتيها لنا انا ما فنديرها بنينه بزاف باش نقول اللي راهم يشاهدونا اللي غير يعاودوها وراني حاضره معنا متشرفين يعيشك مدام سور الام تاعك اللي علمتها لك
دابا وي خديتها تفاصيل علمتها لي يما عاودتها عاونتني فيها في الديبي مي اللي خديتها من عند الشيف مصطفى الشيف مصطفى اللي دات ستاج مع في شلف نحيوه بالمناسبه لو بلا تاعك كي خلاص درتيه دوك مازال لو بلا تاعي لي بعد لا سوب لي درتيها دوك راح نديرو ان بلا لي يدخل الفور خفيف ميم مليح بور لي سبورتيف qui la soupe qui est le gratin tana ou had le gratin il est riche ou simple ou fait qui mala kitchoufi had le mawad ou il est بزاف في الشتاء واش عندنا عندنا زوج حبيبات بصل نقطعوهم هكذا اون لامل عندنا 50 غرام تاع زبده باسكو حنقليو البصل بالزبده عندنا 200 غرام ta blanc de poulet de préférence blanc de poulet surtout pour les sportifs adna la même quantité 200 grammes nan ta la viande hachée a que tu fais de la chouïa melh ou fil fil kahel باش معاك ما نديروش في المقله عندنا هنايا زوج حبيبات بطاطا قطعناهم دي بتي مورسو كيما راهم هنايا بتي دي وقليناهم هذا حاجه عاديه عندنا بور لي زانغريديون مازالتنا عندنا زوج مغارف تاع معدنوس اللي حنحتاجوهم مع القليه اللي حنديروها عندنا حفنه تاع جلبانه وعندنا زوج مغارف تاع عدس وتاع الفول هادوما بيتناهم في الليل فنجال داخل زوج كيسان تاع ما نديروا لها زعتر ولا زعتر كيما حبينا نغلفوها نغطوا عليها ونخلوها غد من داك كيما دوكا نلقاوها شويه طريه لا فان كامل بعد ما نديرو المونتاج تاع لو غراتان تاعنا راح نحتاجو الوجه تاعو الفوقاني نديرو له خمس حبات بيض نص كاس تاع حليب و دو كويير دو كريم فريش وهنا لا كريم فريش اللي ما عندوش ولا اللي ما يحبهاش يقدر يخلفها ولا يعوضها بدو كويير ا سوب تاع فرماج ريجيم pour les sportifs ريجيم بيان سور فوالا اكزاكتومون نبداو ايه بيان سور بسم الله عندنا 50 غرام تاع الزبده وانا دو بريفيرونس هنايا على جل مازوري ندير 25 خاطش بور لي سبورتيف فوالا ما نكثرش بزاف ونزيدو بصل البصل نحطوه يتقلى حتى يدبال بعد ما يدبال شويه راح نزيدو لو بلون دو بولي هو اللي ياخذ شويه وقت شويه في الطياب نبداو به بعد خمس دقائق نزيدو نديرو لا فيوند هاشي بعد خمس دقائق نزيدو نديرو الجلبانه المعدنوس و بيان سور الفول و العدس نروحو مالا نحطوهم يطيبو يلا يا نسافرو في بلادنا شوفوا واش فيها بعد ما قلينا لا فيوند هاشي البلون دو بولي والمواد اللي كانوا مقبلات شفتوهم هدرنا عليهم دوك علينا نديرو المونتاج المونتاج لازم عندنا لو بلا ولا لو مول اللي يدخل الفور حاجة الأولى هاد لا كونتيتي ولا هاد لو ميلونج اللي درناه نقسموه على اثنين يعني نديرو نصو ونقدروا ندهنوا المول تاعنا كيما نقدروا نخلوه باسكو هاد لو ميلونج درناه بالزبده سكي في راح يكون ما يلصقش اكزاكتومون نديرو نص فوالا هكذا وما داك في وسط ولا فوق واش راح نديرو لي بون دو تيغ لا فريت اللي درناهم قبيلات اون بتي كوب مربعات صغار كيما هكذا وهنا من الفوق راح نزيدو لو غاز لي با لا دوزيام كوش فوالا لا دوزيام كوش اللي راح تكون من الفوق فوق البطاطا اللي درناها و انتر تان عندنا الهيها لو ميلونج اللي راح نديروه من الفوق اللي هو نص كاس تاع حليب فوالا وزوج مغارف تاع كريم فريش ولا فرماج ريجيم وعندنا بيان سور خمس حبات بيض سالي بوافري ونديروهم من الفوق ديريهم اوكي راح نديرهم بون نزيد دابور الحليب اها هنا دوك انا نساوي ثاني لو ميلونج تاعي وانت راك تحضري في لا كريم اللي نديروها من الفوق نحط الحليب اوكي كلش مع بعض نخلطو عليه
لي دو كويير هنايا كاين زوج مغارف تاع لا كريم فريش زوج اوكي شويه ملح وفلفل كحل هكذا صافا تري بيان انت تاكلي حاجه مالحه ولا تحبيش الملح نو ما نحبش الملح بزاف شويه حبه كونترير نديرو بسوس ومن بعد ندير شويه مي لا ماجوريتي طون ما ناكلش بزاف الملح الملح فوالا وي الملح ما يتاوش الملح الملح كي تكون الماكله مالحه بيان سور ما فيهاش دواها ما تتكلش يعطيك الصحه هذاك الصحه سي بون كاين صفا البيض لا ويبان فوالا وي تري بيان يعطيك الصحه اي سي ميكس فوالا هنا دوكا بشويه راح نديروه من الفوق فوالا يتغطى كامل درجة حرارة 180 تا ياخذ اون بال كولور دوري خفيفة ولا كانت فونسي كيما حبيناها هنايا وناكلوه ان شاء الله بالصحة ان شاء الله اقعدوا معنا ان شاء الله تشوفوا لي بلا تاعنا لو غراتان مع لا سوب لي درتها في لا تابل مع دي سوربريز واحد اخرين اللي حضرتهم لنا من قبل بيان سور حصة دوق مكلتنا مع مازوري اليوم قدمنا لكم الأطباق التالية عندنا لو غراتان اللي درناه بلا فيوندا شي بلونت بولي وكما شفتوا الخضرة حتى بالعدس والفول وهي قدمت لنا لا سوربريز تاعي بون لا سوب اللي درناها اونصومبل لا سوب تاع الكابويا عندنا الكبة السورية عندنا البولي مع الكاروت لا ريكوفير عندنا اون سالاد بون فاريي وعندنا الرجدة مغربية سالي سكري درناها باللوز درناها بالقرفة تاني والحسل وكاين الديسير سويسغال فوالا بسكورولي يعطيك الصحة هادو كامل درتيهم وحدك؟ عاونوني كامل طاسون ما راش وحدي باش نقدر ندير هذا كل شيء مي عاونتني ماما بيان سور مع ماما بيلسير نوال والشيف مصطفى بيان سور اللي راه حاضر معنا يعطيك الصحه ان شاء الله يسلمك كلمه اخيره اللي تقوليها وتوجهيها كل اللي يعرفوا مازوري واللي ما يعرفوهاش قبل ما نقول كلمه اخيره راح نوجه الكلمه لبابا العزيز يعني بفضلهم اللي راني انا هكذا وصلت هكذا نوجه له الكلمه نشكركم شكرا لشروق تي في مرحبا بكم في شلف ونشكر اخت الاول مرحبا بها احنا اللي نشكرك على حسن ضيافتك انك فتحت نظرك انك الله يبارك ان جبت بطله شرفت الجزائر بيان سور ما ننساش حتى الوالده عندها فضل كبير وكثير عليك نشكركم ونشكر قناه شروق تي في ونشكر اولادي وكنايني في زوج واحده راهي غايبه واحده راهي حاضره ووليدي ان شاء الله ثاني نهدي له السلام تاع قطر بوزيد الجيمو تاع فاطمه الزهراء والولدي الكبير اللي راه غايب تاني نوال ما شاء الله اللي شرفتنا احنا اللي نشكروك على حسن ضيافتك وانك تعبناك معنا واللي حييتيهم احنا بدورنا تاني نحيوهم وكلمه اخيره اللي تقوليها للمشاهدين نشكرك انت يا نوال على المجهود اللي قمتي به وجيتي حتى لهنايا نشكر حتى والديا نشكر قناه شروق تي في حنا بدورنا اللي نشكرك ونتمنوا لك ان شاء الله مزيد من التالق والنجاح في ميدانك الرياضي وان شاء الله ميداليات اخرى وبطولات اخرى اللي تفرحي بها الجزائر بيان سور وما نطولش على اللي راهم يشاهدوا الحصه ونقول لهم يذوقوا ماكلتنا بالصحه والهنا ماكلتنا هاي فيها شحال من بنا رحبوا بضيافكم والطباق اللي جابوا لكم
اليوم شاف مازوري حضر لكم تقرير. انا روشتيني كامل. ما تضحكيش. بخير عليكم. اليوم راح نديروا البغرير. بون عندنا نروحوا نشوفوا الكيفيه كيفاش عندنا كذا كذا صح خفيا واش عندنا سيداتي. يعني المفروض كان راح يكون نصنعوا حبيبات صغار، مي حنا خلطنا كلش، وهذا الطبق يعني مليح في الشتاء، يعني غني اقتصادي. اوكي ما فيهش بزاف الدراهم اقتصادي كما ملي غيش يا بلان تريك لا نو اقتصادي اقتصادي. وهذا الطبق وهذا طبق اقتصادي يعني هذا اقتصادي ها كيفاه فيه 3 كيلو ها شوف ها شوف.